فما حاجات ما يمكنش تبريرها بالجد. تو معقول تو تو اللي قتلوا شكري الله يرحمه قتلوا الابراهيمي قاعدين يتحاكموا في باب بنات. اللي هزوا سلاح الدولة سلاح كرتوش كما قال مصبر زوقي كل عام الجيل معك يتحاكموا في باب بنات قدام القضاء المدني المختص في مكافحة الإرهاب وسيف مخلوف في المحكمة العسكرية في تهم يواجه فيها في الإعدام على حادثة المطار. سيف مخلوف استهدف عسكرة استهدف عسكر سيف مخلوف عسكري أجودان ولا عقيد ولا لواء ولا كذا ما هوش عسكري. سيف مخلوف محامي تختلف معه في مواقفه تقول يجلطم ما يجلطمش ما هيش مهمة القضاء العسكري أنه قال فلان هكا ولا قال فلتان هكا. هذا إذا كان فيهم جرائب فيها هاتك أعراض هذا إذا كان ثم هاتك أعراض مش خلاف سياسي كالعادة الناس الكل تثبت فيه فما المطار وفي البرلمان قال في المطار. هل أن المطار منطقة عسكرية خلينا نكون واضحين هل أن ديزني وندزك هل أن ديزني وندزك مع أعوان وموظفين حتى بما فيهم أعوان أمن في المطار اللي هي تنجم يكون فيها تجاوز للقانون فيها ليه مش نجم اي اي شكلك تنجم يعني اللي هي تجاوز للقانون تتعمل في محكمة عسكرية نفترض انه القضية يا سيدي نجم نكيف هيلو محاولة تهريب ارهابية لو ثبت على المرأة هذيك اللي مشات المطار انها ارهابية يا عندك القضاء المدني المختص في مكافحة الإرهاب السلطة القائمة مسؤولة رئيس دولة مسؤول برهان دروا وبيوت الناس كل مسؤولين أنا نشوف نعم أملي الرئيس الناس مسؤول الناس كل مسؤولين على هل السكوت هذية ما تعرف المرة هذية مدامه خصمي السياسي تي خل نسكت نطفي الضوء ونتعدى أنا ربطت حقوق الإنسان نتسائل شبيها يا أخي بالمكيالين توا جمعيات ولجان حقوق الإنسان يا أخي بمكيالين وكل الإمضاءات بتاع جمعيات حقوق الإنسان على سمير بالطيب اللي فرحنا له كيروح اي سيف مخلوف شنو معناها خطر عنده ساق ديولوجية ما تعجبش اختلف معاه صارعوا إلى النهاية كافح ضده ضد منطقه واعتبر منطقه خطير واعتبر يمثل التيار التكفيري لكن اليوم كي يتمارس عليه تجاوز سيف مخلوف غدوة باش يتمارس على محمود البارودي وباش يتمارس على رفيق بوشناق وباش يتمارس على سمير بالطيب هذاك عليه أعتقد أنه حان الوقت فما إجماع يكفي إقحام المعار المحاكم العسكرية في هالقضايا هذه في الخلافات السياسية.